أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي بفرعيه مع الدراسة الخارجية ومع الدراسة المهنية أهلا وسهلا بكم ودرس جديد من دروس أسلوب الاستثناء بل هو تكملة لأسلوب الاستثناء أعزائي الطلبة، إحنا أخذنا في المحاضرات المتسلسلة في أسلوب الاستثناء وصلنا إلى كيفية معرفة الاستثناء المفرغ مع إذا طُلب منا إعراب الاستثناء المفرغ، بمعنى إعراب الكلمة التي تأتي بعد أداة الاستثناء إلا وفي نوع الاستثناء يكون مفرغاً. فأخذنا إحنا على ما أظن يعني آه تسع ملاحظات، تسع إعرابات. الإعراب الأول قلنا إذا إجاك نفي عزيز الطالب عزيزتي يا طالبة إذا إجاني نفي وبعد النفي عندي فعل وبعد الفعل عندك إلا وبعد إلا إجاك اسم فهذا الاسم يحتمل أن يعرب بثلاثة إعرابات إما فاعل وإما مفعول به وإما حال هذا الإعراب الأول أو الملاحظة الأولى أستاذ شلون أفرق بين الفاعل عن المفعول به عن الحال الفاعل تسأل الفعل بسؤال يبدأ بمن؟ فإن ظهر عندك الجواب هذا الاسم فراح تقول لي يعرف فاعل الاسم راح تعربه فاعل والفاعل مرفوع جيد المفعول به كيف نفرقه تسأل الفعل بسؤال يبدأ بماذا جيب ماذا من عندك وتجيب الفعل تسأل الفعل بسؤال يبدأ بماذا فإذا ظهر عندك هذا الاسم هو جوابا راح تعربه مفعول به والمفعول به دائما منصوب جيد شلون اعرف حال؟ ايضا نسال الفعل بسؤال يبدا بكيف فاذا ظهر عندي هذا الاسم فراح نعربه حال والحال ايضا منصوب. اريدك تلاحظ في قضيه معينه على تعريف الفاعل، الفاعل هو من قام بالفعل. المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. هذه شوي لا تنساها وبعد عندك الفاعل علامته مرفوع والمفعول به منصوب اما الحال فايضا منصوب. ايضا اخذنا بالمحاضره السابقه النقطه الثانيه قلنا الا اذا اجى بعدها الواو وهذه واو الحال اذا راح يجي بعد هذه الواو راح تجيني جمله وهذه الجمله سواء كانت اسميه ام فعليه فراح نعربها الجمله الاسميه او الجمله الفعليه في محل نصب حال جيد وأيضا عدنا بالملاحظة الثالثة إذا إجانا نفي وبعده فعل متعدي ينصب مفعولين وهي إحنا أخذناها أفعال اليقين وأفعال الرجحان وأفعال التحويل وأفعال الكسوة والعطاء فإذا إجدت هذه الأفعال بمعنى تحتاج إلى مفعولين مفعول به أول ومفعول به ثاني فرح يجي المفعول به الأول إما يكون ضميرا متصلا أم منفصلا وإما يكون اسما ظاهرا وبعد إلا راح يجيك اسم هذا الاسم يعرب مفعول به ثاني جيد الملاحظة بعدها إذا أجاك نفي بكل أنواع النفي سواء نفي ظاهر أو نفي ضمني بمعنى بالاستفهام المجازي أو بالنفي المعنوي بالفعل يأبى أم بلا الناهية وبعده تجيني شبه جملة أو اسم نكرة وبعد شبه الجملة أو اسم النكرة يجيني إلا وبعد إلا كلمة هذه الكلمة مبتدأ مؤخر وهذه شبه الجملة أو الاسم النكرة راح تعرب في محل رفع خبر مقدم جيد إذا إجاني نفي وبعد النفي اسم اسم لاحظ عزيز الطالب اسم وبعد الاسم الا ويجيني المستثنى، هذا المستثنى اعربه خبر، وهذا الاسم يعرب مبتدا. جيد. اذا اجاني ليس وبعد ليس شبه جمله. النقطة السادسة اعيدها، اذا اجانا ليس أداة النفي الظاهرة، فعل النفي الظاهر ليس وليس إحنا عندنا بالنفي تدخل على الأول وعلى الثاني الأول المبتدأ والثاني هو الخبر فترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها تعمل ليس بكل الأحوال سواء تقدم الخبر على اسمها أو سواء اقترن الخبر بإلا فتكون ليس دائما عاملة جيد شنو استاذ عاملة يعني ترفع وتنصب لكن عندنا إذا أجدت ليس وبعد ليس شبه جملة إذا هذه شبه الجملة هي من أنواع الخبر إذا راح نقول الشبه الجملة في محل نصب خبر ليس مقدم جيد وبعد إلا إجاك اسم هذا الاسم عزيزي الطالب راح تعربه اسم ليس مؤخر مرفوع وتكمل إعرابك الملاحظه والقاعده السابعه اذا جاك نفي وبعد النفي فعل مبني للمجهول والفعل الذي يبنى للمجهول عندنا اما مضارع واما ماضي الفعل المضارع بضم اوله ضم الحرف الاول مع فتح الحرف القبل الاخر اما الفعل الماضي ضم اوله مع كسر الحرف القبل الاخر وبعد الفعل المبني للمجهول يجيني الا وبعده كلمه هذه الكلمه راح نعربها نائب فاعل ايش تعرب نائب فاعل مرفوع هذا كلامي اذا حددت ان الاستثناء مفرغ وطلب منك بالسؤال اعرب المستثنى فانت تمشي على هذه القواعد القاعده الثامنه اذا اجاك نفي وايضا بعد النفي فعل، وبعد الفعل الا، وبعد الا اسم. هذا الاسم نفس لفظ الفعل. راح تعرب هذا الاسم مفعول مطلق منصوب. هذه ايضا اخذناها بالمحاضره السابقه. ايضا اخذنا النقطه التاسعه تقول اذا اجاك فعل، عفوا نفي، اي نفي؟ بعده فعل وبعد الفعل الا وبعد الا يجيني لفظه زمان او لفظه مكان، اعيد لفظه زمان او لفظه مكان. هذه اللفظه ان كانت زمان فتعربها مفعول فيه ظرف زمان. واذا كانت مكان فتعربها مفعول فيه ظرف مكان. جيد. القاعدة العاشرة اللي احنا ما اخذناها اليوم نكملها لانه بحساب انه مقطع الفيديو لازم محددين احنا به في وقت فوصلنا لنا وقدرنا يعني نتوقف للنقطة العاشرة، فالعاشرة القاعدة تقول إذا أجاك نفي وبعد النفي أجتني كان أو إحدى خواتها كان أصبح صار أضحى إلى آخره طبعا كان ترفع الاول وتنصب الثاني بمعنى ترفع اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وبعد كان اجاني اسم والاسم يكون اما ضميرا والضمير اما يكون مستتر او متصل او منفصل. واما اسمها يكون اسما ظاهرا وبعده الا وبعد الا راح يجيني اما اسم نكره او جمله فعليه او جمله اسميه متكونه من المبتدا والخبر او شبه جمله بهاي الحاله راح تقول هذا الاسم في محل نصب خبر كان واذا كانت جمله اسميه او فعليه تقول الجمله الاسميه او الجمله الفعليه من بعد ما تعربها تقول في محل نصب خبر كان. اما اذا كانت شبه جمله كذلك تقول وشبه الجمله في محل نصب خبر كان. لاحظ عزيزي الطالب هذه الايه. قال تعالى طبعا بالمناسبه اعزائي هذه الايات وهذه الامثله مستوحاة ومأخوذه من التمارين لذلك انت عندك عزيزي الطالب الان يعني بكل المحاضرات اللي عرضتها على حضراتكم. كل محاضرة خاصة بي قاعد آخذها من التمارين، ممكن أن تراجع التمارين بمعنى أنه أنت اليوم درست الموضوع مع حلية تمارينك، خلي هذه في بالك. لاحظ عزيزي الطالب قال تعالى هذه طبعاً بالتمرين الثاني إن كانت إلا صيحة واحدة. لاحظ عزيزي الطالب نفي موجود عندك إذا إن نفي. جيد، شنو اجاني بعدها؟ كان كانت هذه التاء تاء التأنيث من اسمها؟ قاعد اقول كانت، من هي كانت؟ كانت هي. إذا اسم كان ما موجود، ضمير مستتر، تقديره شنو؟ هي. إلا أداة الاستثناء صيحةً اجاني اسم وهذا الاسم ليس بالمعرفه وانما نكره والدليل لو تخليه الف ولام لبداية راح يقبلها الصيحه قبلها اذا هذه نكره ومن انواع الخبر يكون اما اسما نكره واما يكون جمله او شبه جمله هذه الان شنو اعرابها؟ كان اسمها ضمير مستتر التاء تاء التانيث الساكنه لا محل لها من الاعراب صيحة راح تعرب ليها حسب هذه القاعدة تقول خبر كان منصوب بمن بالفتحة الظاهرة على آخره وإلى آخره هذه القاعدة العاشرة القاعدة الـ 11 تقول إذا إجاك نفي وبعد النفي إجاني فعل راح تقول لي أستاذ هذه عدي فعل وهذه فعل لكن هنا أنا عندك شنو لفظ زمان أو مكان هنا عندك بعد الفعل اسم لكن هنا يجيك اذا نفي بعدها فعل وبعد الفعل شبه شبه جمله يعني جار ومجرور لا هو اسم ولا هو كلمه داله على زمان ولا على مكان جيد هذه شبه جملة تعربها فقط شبه جمله يعني شنو استاذ؟ يعني تقول هذا حرف جر والاسم اللي بعدها يكون اسم مجرور وانتهى موضوعك نعطيك مثال ايضا باحد التمارين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا هذا نفي تجادل فعل اهل الكتاب نعم هذه تكمله الا طبعا انت من بعد ما تحدد الاستثناء مفرغ تجي للاعراب الا شنو بالتي هي احسن جيد هذه الباء راح نعربها حرف جر طبعا زائد يفيد التوكيد التي التي والذي واللتان واللذان والى اخره، هذه اسماء موصوله راح تقول لي اسم موصول مبني في محل جر بمن؟ بحرف الجر. استاذ اكو بعد اعراب غير هذا؟ لا، ليش؟ لانه القاعده تقول نفي بعدها فعل وبعد الا وبعد شبه جمله تعرب، شبه جمله شبه جمله فقط. عزيزي الطالب الان انت تعرفت على اعرابات الاستثناء المفرغ. هذه الاعرابات نقدر نقول عليها اعرابات ثابته وعدنا ايضا ببعض الاعرابات اللي هي بها شذت بعض القواعد لانه سبق وان شرحنا لحضراتكم انه القران الكريم نزل ووضعت القواعد على اساس القران كي يفسر معانيه. لكن لقينا بعض القواعد قد ما تماشت مع القواعد اللي وضعناها فجمعناهن بثمان قواعد ثلاث قواعد مو لكم نقول عليها شاذة يعني ثلاثة آيات شذت القاعدة فمو لكم ما ذكرناهن ما موجودات عندك بصف السادس ذلك حتى ما أدوخك وما أسهب في الكلام أما الخمسة الموجودات ذني جاية عليهن سؤال بالوزاري ولقيناهن بالتمارين لقيناهن بالتمام، لذلك راح ننوه عليهن، فذن يحفظن على الغيب، هن وإعرابهن، لاحظ عزيزي أطالب عزيزي طالب هذه آيات تحفظ، هذه شذت عن القواعد، هذه الآيات الأربعة الموجودة عندك مهمات جدا، الآية الأولى. طبعا انت من بعد ما حددتهم شنو مفرغ الان احنا تحديدنا الهن استثناءنا هذا كله مفرغ مفرغ عزيز الطالب لاحظوا يعني الايه الاولى تحفظها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله لاحظ عزيزي الطالب احنا عندنا نفي كتبناها فعل هذه ابتغاء كل إلا يجي بعدها كلمة ابتغاء نعرب ابتغاء مفعول لأجله منصوب نعيدها كل إلا يجي بعدها ابتغاء وكان الاستثناء مفرغا إذا هذه ابتغاء نعربها مفعول لأجله منصوب استاذ أكو بعد إلها غير إعرابات ممكن ممكن فيها مجموعة من الأوجه الإعرابية لكن لطالب السادس اعدادي فقط هذا الاعراب وهذا اللي شفناه بالتمارين ولقينا اتفاق الاساتذه ومع وجوده في احد الاسئله في احد السنوات بالاسئله الوزاريه ولقينا الجواب النموذجي وكان من احد الاوجه الاعرابيه انه يعرب مفعول لاجله والمفعول لاجله طبعا بالمناسبه المفعول فيه المفعول لاجله المفعول مطلق المفعول به دائما المفاعيل منصوبه هذه خليها قاعده عندك، القاعده الثانيه: وتظنون ان لبثتم الا قليلا بهذه الايه هذه النفي لبث هذا فعل اجى بعدها قليلا وقليلا هذا ظرف زمان نائب عن ظرف الزمان منصوب وعلامه نصب الى اخره هذه هذا اعرابك له. القاعدة الثالثة شوية اريدك تنتبه عليه. عندي تشابه بين القاعدة الثالثة وأحد القواعد الموجودة عندك في كيفية اعراب الاستثناء المفرق حسب القواعد القياسية. القاعدة القياسية هناك تقول إذا إجتك أداة نفي وبعدها فعل وبعد الفعل إلا وبعد إلا لفظ زمان أو مكان راح نعرب ذاك لفظ الزمان شنو؟ وراح نعرب هذا لفظ الزمان شنو ذاك راح ما انطق يا شوي راح يعني مثل ما تقول نخبث وياكم انت تروح لهناك وترجع الفيديو وتبحث عن الاعراب حتى ترجع لي لهنا هل ينظرون الا الساعه هذه ايش راح نعربها هذه راح نعربها مفعول به خلنا نعطيكم اياها حتى لا تقولون. لكن عندنا قاعده ايضا تقول اذا اجاني نفي مع فعل وبعد الا وبعد الا لفظه زمان راح تعرب هذه لفظه الزمان حسب القاعده القياسيه مفعول فيه مفعول فيه، زين استاذ انا شلون افرق المفعول فيه عن المفعول به؟ لان هي نفس القاعده. لاحظ عزيزي الطالب تجيب من عندك كم من الوقت هذه تجيبها من عندك زائدا الفعل الموجود راح يساوي عندك الجواب هذا الجواب خلينا نشوف كم من الوقت ينظرون الجواب الساعة تصير لا ما تصير إذا ما صارت تعرب مفعول به إذا صارت تعرب مفعول فيه. خل نشوف. كم من الوقت ينظرون؟ الجواب الساعة مو صحيحة. لكن لو حذفت الألف واللام، كم من الوقت ينظرون؟ الجواب ساعة. شوف بس وخرنا الألف واللام. الآن ساعة فقط بدون الألف واللام، لو كانت بغير الآية راح نعربها مفعول فيه. لكن بما وجدت انه الالف ولم ولم نقدر نقول ما نقدر نجيبها كجواب لسؤال يبدا بكم من الوقت اذا راح يطلع هذا الجواب يعني مثلا كم من الوقت ينظرون الجواب ساعه ما صار جواب اذا راح نعربه مفعول به القاعده الرابعه والشاذه الاخرى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا أحصاها لاحظ عزيز الطالب هذه أحصى فعل والهاء مفعول به الآن عندك شنو جملة فعلية زين عزيز الطالب باوع لي قبل إلا إجاك نكرة لو معرفة كبيرة كبيرة نكرة وعدنا قاعدة القاعدة تقول: إذا اجاك نكرة، وبعد النكرة اجاني جملة اسمية أو فعلية، هذه النكرة راح تكون موصوف، وهذه الجملة راح تكون صفة، زين، هسه هنا احصاها بعد شنو الإعراب الممكن أيضاً؟ من تقول لي احصى فعل. والهاء مفعول به والفاعل ضمير إلى آخره إذا الجملة الفعلية من أحصاها صفة للإسم النكرة كبيرة لازم تذكرها هاي هذه عزيز الطالب أربعة نقدر نقول قواعد شاذة تحفظ مع آيات أتحول وياك حتى نشوف نفسنا بالأنماط الوزارية الآن أنا حليت لك التمارين الان انا عربت لك الان انا لعبت لك شويه بالاسئله بعطيتك بعض المواضيع لكن راح انطيك انماط اسئله وزاريه بسنوات يعني نقدر نقول اجت هذا الاسئله بها نوع من الصعوبه كانت على الطالب وايضا عندنا فت سؤال قدرنا من بعض المهارات اللي نتمتع بها انه نسوي لكم فارجو انه تنتبه عليه السؤال الاول خلينا نطبق قواعدنا القياسيه اللي اخذناها. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها". قاعدتنا تقول إذا لقيت نفي وبعد النفي فعل، وبعد الفعل لفظة زمان أو مكان، هذه لفظة الزمان أو المكان راح تعربها مفعول فيه. الآن أنت عندك هذه عشية، هذه عندك عشية. هذه ظرف شنو؟ ظرف زمان جيد اذا راح شو يكون نوع الاستثناء اللي هنا السؤال شو يقول؟ شوف انماط السؤال يقول ما نوع الاستثناء مع اعراب ما فوق الخط. هنا راح نعرب طبعا بالمناسبه نوع الاستثناء مفرغ اذا الا راح تكون اداه حصر او اداه قصر تفيد التوكيد اذا عشية مثل ما علمناكم مفعول فيه ظرف زمان مفعول في ظرف زمان طبعا منصوب قلنا كل مفعول به فيه إليه أجله يكون منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخر السؤال الآخر هم القوم لا قوم مشهود لهم إلا هم هذا السؤال مهم جدا ما نوع الاستثناء حدد المستثنى منه هذا السؤال الوزاري، حدد المستثنى منه مع بيان نوع الاستثناء، يعني قل لك طلع لي المستثنى منه وتقول لي ما نوع الاستثناء. راح عزيز الطالب اظن وينها لا قوم مشهود لهم الا هذه رقم ناقص وهذا ثلاثه. لاحظ عزيز الطالب المستثنى منه وينه؟ اذا تقول لي لا وقوم مشهود قوم مشهود لهم الا هم. عزيزي الطالب أنا عندي هم القوم بمعنى خل أشرح لك إياه عندي فذ عشر أشخاص ثلاثة من عدهم ثلاثة من عدهم مثلا ما وفوا بعهد معين أنا من يمين راح أقول هم القوم إلا هم هم الأصحاب إلا هم بمعنى هذا رقم عشرة بينما شوف هم القوم الا هم هم بعدتهم منين؟ من من مو من الاصدقاء والشهاده كانت مشهوده اليهم اذا لا قوم مشهود اذا ما نوع الاستثناء؟ نفس الجنس اذا المستثنى منه موجود تام نفس الجنس متصل مثبت لو منفي مثبت جيد حددت المستثنى منه؟ نعم هم القوم، ما نوع الاستثناء؟ تام، متصل، مثبت. جيد هذا السؤال، السؤال الآخر: إني أريد إلا الإصلاح ما استطعت إلى آخره من الآية الكريمة، ما نوع الاستثناء؟ موجها إعرابك لما فوق الخط. لاحظ عزيزي الطالب عندي اداه الاستثناء ان اذا اجى بعدها فعل يكون الاستثناء نوعا مفرغ اذا يعرب حسب الموقع اذا راح نعرب الا نعربها اداه حصر او اداه قصر للتوكيد زين الاصلاح هنا شنو اعرابنا لكلمه الاصلاح هذه عزيز الطالب راح اعوفها عليك انت تحلها هذه ارد اعتبرها لك كواجب لان سبق وان انطيتك القاعده وانطيتك شلون اعرف انطيتك المفرغ لكن كيفيه اعرابها هذه ظلت يمك السؤال الرابع لعمرك ما ينال الفضل الا تقي القلب محتسب صبور ماذا تسمي الاستثناء معربا كلمة شنو الفضل شوف عزيزي الطالب انت طالب صف سادس اعدادي مرات يطلب منك تعرب ما بعد المستثنى ومرات يقول لك اعرب المستثنى منه ومرات يشبهك مثل هذا ويقول لك يا اعرب لي الفضل انت بينك وما بين نفسك راح تقول بما انه ركز على الكلمه اللي قبل الا اذا هذا المستثنى منه إذا هذا يعرب لو مفعول به لو مبتدأ قلنا لو خبر أو فاعل عفوا إذا إحنا بهاي الحالة خلينا نشوف لعمرك ما ينال الفضل إحنا قاعدتنا تقول تحذف ما تحذف أداة النفي وتحذف إلا لعمرك ينال الفضل التقي القلب محتسب صبور إذا الجملة صحيحة 100% إذا الاستثناء مفرغ بعد احذف لي من إلا وما بعدها وأقرأ قبلها لعمرك ما ينال الفضل هل الجملة تامة المعنى؟ كلا إذن الاستثناء مفرغ ما نوع الاستثناء؟ هنا راح نقول مفرغ يعرب المستثنى حسب موقعه من الإعراب لكن السؤال يقول اعرب لي كلمة الفضل بهاي الحالة ينال من ينال هو اذا فعل وهو الفاعل الفضله راح يكون مفعول به منصوب ارجو ان تركز بهذه الاسئله عندي سؤال خامس وهذا من عملنا سؤال جدا مهم في هذه السنه المهمه التاريخيه نقدر نقول السؤال الخامس يقول في هذه الجمل حذف المستثنى منه شوف لا يريد من عندك ترجع المستثنى منه ولا يريد يقول لك مثلا حدد اركان المحذوف او ارجع المحذوف لا اشتغلك هنا بمن؟ بالسؤال راح نشتغله يقول لك انطيتك عرابات يعني شلون واحد يوصل بين الجمل او مثلا اختر الاجابه الصحيحه من هيجي باب انا انطيتك هذا السؤال ما عاشرت من الناس الا الوفي الوفي شوف في هذه الجمل حذف المستثنى منه ما الإعراب هو قاعد يقول لك مفرغ ما الإعراب المناسب له لو قمت بإرجاع المستثنى منه اختر ما يناسبك في الفقرة ما عاشرت من الناس إلا الوفي لاحظ عزيز الطالب عاشرت عاشرة فعل والتاء فاعل إذا هنا احذف لي من الناس حتى لا تشتبه عاشرت الوفي من العاشر أنا أو التاء الفاعل الموجودة لكن هنا أنا فعل وفاعل إذا الوفي شو راح نقول عليها؟ مفعول به منصوب يعني الاستثناء مفر جيد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذه أيضا انسب لي من بين هذه الإعرابات بمعنى أنا مو راح أقول على الوفي عفوا أنا أريد هنا أنا. هذا شو راح تخلي لي المستثنى منه شو راح يكون المستثنى منه أوضح لك عزيز الطالب ما عاشرت من الناس عفوا إلا الوفي جيد أنا دا أتكلم على اليمن على عاقل أو غير عاقل على عاقل ليش؟ لأنه عندي قاعد أكمل أتكلم عفوا على الناس وأتكلم أيضا على شخص معين، إذا أقدر أخلي أحد. ما عاشرت أحدا، اعرب لي أحدا، راح يكون مفعول به. إذا قاعد يسألك: حذف المستثنى منه، فما الإعراب المناسب لو أرجعته؟ راح تقول له: مفعول به. إن شاء الله تكون واضحة. هل جزاء الإحسان شيء؟ إلا الإحسان أنت جيب شيء اعرب لي إياه وبعدين شوف لي موجود هذه عليك واجب أيضا أعزائي الطلبة آه إلى هنا يعني آه انتهى درسنا لهذا اليوم وصلنا إياكم إلى غير وسوى أولا غير وسوى من المواضيع اللي راح نلقى بيها ملاحظات واني سويت لك فد شغله بسيطه من عملنا انه جمعت لك الايات القرانيه اللي فقط فيها غير لان احنا عندنا تشابه مع غير الاستثنائيه ومع غير النافيه اسمعوا طلاب عدكم تشابه عدكم خلط بين غير الاستثنائية وبين غير النافية بالنسبة بالقرآن الكريم عندك فقط سبع آيات طلعت لك إياها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نقول لك يا با هذه السبع آيات موجودة فيها غير فقط استثنائية والبقية بالقرآن تكون نافيات إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح تقول زين إذا إجاني استاذ سؤال بها غير استثنائية لكن مو بالقرآن الكريم راح أقيدك بمجموعة من ال... نقدر نقول الملاحظات هذه الملاحظات تقدر أنت تتعرف عليها كي تعرف أنه هذه غير الدل على استثناء أم الدل على النفي إن يعني من إن شاء الله نوصل إلى غير سوى وبعده راح ناخذ عدا وخلا وحاشا راح نختم الاستثناء بمجموعة من الأسئلة الوزارية اللي إحنا ما راح نحلها راح تكون بها نوع من اللي نقدر نقول الصعوبة حتى تقدر أنت تشوف نفسك هل ضبطت المادة إن شاء الله وضابطها والله يوفقكم ويبارك بكم وإلى محاضرة أخرى نستودعكم الله